مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامج كلام مهم. الحقيقة النهاردة إحنا عندنا كلام مهم وموضوع مهم بيهم كلنا، بيهمنا جميعا كلنا سواء شئنا أم أبينا. هنتكلم النهاردة عن موضوع المناخ. دعوني أولا أرحب بزميلي الفاضل المهندس محمد ترك. أهلا وسهلا باشمهندس. اهلا بحضرتك. احنا النهارده بنتكلم على موضوع المناخ، وعارفين ان الموضوع ده يعني قضيه على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، ولكن بالتاكيد احنا لازم نكون عندنا فكره كامله، والكل لازم يكون عنده فكره كامله ان احنا لنا دور في الموضوع ده. ولازم نعرف الاول يا ترى احنا حسينا في الفتره الاخيره ان درجه الحراره زادت بصوره غير طبيعيه، يعني من 5 6 سنين فاتت عمر ما كانت يعني مصر او دول العربيه او دول العالم درجه الحراره فيها بالطريقه دي. حضرتك رؤيتك للمناخ واسبابه كانت اسبابه ايه بالظبط، التغيرات المناخيه؟ والله هو في الحقيقه موضوع مهم جدا ويمس كل واحد، حتى لو الواحد ده مش عارف اهميه الموضوع ده. اللي حصل ان المعظم اللي بيحصل ده مش مننا اساسا، ده من الدول الصناعيه الكبرى. الصناعات الكتيره دي ادت لزياده الغازات في الجو، خصوصا حاجه اسمها الكربون ايميشن اللي هو الانبعاث الكربوني. هو ده اللي كارثه الكوارث، اللي خايفين منه ان مستوى البحر يزيد، اللي خايفين منه ان المدن تختفي، اللي خايفين منه ان الزراعات بتنهار عشان زياده الحراره. وشفنا حاجات قريبه حصلت في بلاد جنبنا مش بعيده، بس في الجزائر والمغرب وحرائق الغابات. أكيد ده طبعا مثال بسيط، يعني ما هي دي أمثال بسيطة، ولكن يعني نقطة أن التغيرات المناخية لا تعني فقط أن زيادة درجة الحرارة. إحنا حاسين وعارفين أن ارتفاع درجة الحرارة بنسبة درجة ونص على مستوى العالم، ولكن التغيرات المناخية اللي هي تسببت فيها الدول الصناعية زي ما حضرتك تفضلت، وأن الدول النامية ليست لها أي دور في الموضوع ده، ولكن هي بتدفع ثمن هذه التغيرات المناخية. هل هي يعني التغيرات المناخية ارتفاع في درجة الحرارة فقط، ولا في عندنا يعني مظاهر أخرى للتغيرات المناخية وإحنا فعلا شايفينها وحاسينها في بلدنا أو على مستوى العالم؟ أيوة، أقرب شيء شوفي حضرتك الموسم الشتاء اللي فات، شوفي البرودة كانت قد إيه، شوفي كمية الأمطار كانت قد إيه، شوفي النهر اللي اختفى من قريب في الصين، شوفي الفيضانات اللي بتحصل. مش حكاية بس حرارة ولا تصحر بس ولا المحاصيل اللي بتخرب، ولا وفي فترة جت في بعض المحاصيل هنا ارتفع ثمنها جدا نظرا إن المحصول ما طلعش بالكمية المرجو منها، يعني مش وكل بالزبط. فرد بيساهم في حاجه اسمها الفود برينت لكل فرد. لو الفود برينت ده قل لكل واحد، الفود برينت يعني ايه؟ يعني انا بدل ما امشي اركب عربيه امشي، بدل ما اركب موتوسيكل اركب عجله، بدل ما وفي حاجات من البيت، بدل ما اشغل التكييف فتره طويله اشغله فتره صغيره، بدل ما ايد اللمط كلها لمبه واحده اللي انا محتاجها. كل ده بيعمل على التقليل، لان كل ده بعد كده عشان ننتجه بنستخدم له الفوسل فويل اللي هو الوقود الاحفوري اللي هو البترول والحاجات دي اللي بتزود الاحتراق عموما. يعني ما ده برضو يعني احنا بنقول ان التغيرات المناخية بتبقى مظاهرها في الفيضانات وفي السيول وفي ارتفاع درجة الحرارة وفي ارتفاع منسوب البحر. يعني النهاردة عارفين ان منسوب البحر ارتفع في بعض المدن الساحلية، وده اللي بيهدد بعض المدن الساحلية بالاختفاء، وده نتيجة ايه؟ نتيجة التغيرات المناخية ونتيجة الانبعاثات الحرارية من المصانع في الدول الصناعية. طب احنا بالنسبة طبعا لحاجة زي كده حضرتك يعني بالتأكيد لا له تأثير مباشر على يعني على المنتجات الغذائية وعلى على إنتاج المياه، وعلى لأن في بعض البلاد حصل فيها تصحر، في بعض البلاد الأنهار فيها جفت، وحصل إن مدن كاملة ارتفعت فيها درجة الحرارة تعدت 50، يعني دول يعني زي دول بعض دول الخليج تعدت درجة الحرارة 50 و55، فطبعا ده كان غير موجود قبل كده. ارتفاع درجة الحرارة بيؤثر تأثير مباشر على الزراعة وعلى توفر المياه وعلى يعني الإنسان نفسه وعلى طريقته وعلى حياته كلها. خلينا نعرف، طيب احنا النهاردة عندنا مشكلة المناخ دي، احنا كأفراد بالتأكيد احنا نقدر ان احنا يكون لنا دور، المجتمع يكون له دور في التصدي لهذا الموضوع والتصدي لارتفاع درجات الحرارة، ونقدر ان احنا
زي ما ارتفعت درجة الحرارة نتيجة الانبعاثات الغازية، احنا كأفراد لنا دور بالتأكيد في الموضوع ده. طبعا احنا على المستوى الفردي ان احنا قلنا نقلل استهلاكنا للطاقة، وغير كده ان احنا ببساطة جدا نعمل مشاريع اسمها المشاريع الذكية الخضراء، او نزرع بأبسط الامور، نزرع على قد ما نقدر، ده ابسط الحلول. وان شاء الله ما يكونش عندنا احنا جفاف في انهار والكلام ده، احنا عندنا عقول هنا جبارة. اكيد طبعا. مثلا الدولة أي مبادرة حلوة قوي بزراعة، عشان بمناسبة مؤتمر الكوب 27 مؤتمر المناخ، قايمة بمبادرة زراعة 100 مليون شجرة. دي لو تمت بالفعل هتبقى حاجة رائعة طبعا، حاجة رائعة جدا، وهتزيد نسبة الأكسجين، وهتزيد يعني فرص، هتزيد حاجات كتيرة جدا، هتفتح مجالات عمل للشباب كمان. أنا ممكن استغلها أدي لكل خريج 200 نخلة ولا حاجة، وفي نفس الوقت يبقى إنتاج، ويبقى زيادة أكسجين، وحاجات في أفكار. حتى اسكندرية اللي بيقولوا حاليا تغرق، ممكن قبل مرسى ما تروح يتعمل قناة بموازات النيل على قلة شيب للبحر الأحمر. في أفكار، بس نستخدمه المبدعين. احنا عندنا هنا عندنا استعداد نقدم للعالم كله حلول في المؤتمر اللي جاي، إذا خططنا وقررنا. خططنا بس وقررنا بس؟ لا، خططنا ونفذنا. عشان كده لازم نخطط اللي نقدر ننفذه عشان ننفذ اللي خططناه. يعني انا مثلا اقول، مثلا انا مع 20 30 هقول مفيش عربيه في اسكندريه بنزين مثلا، يبقى كله قدامي انا 8 سنين اعمل حسابي على الموقع ده. في خطط بيلزمها قرارات عشان تنفذ المرة. اكيد طبعا، يعني وبالتاكيد الخطط دي هي يعني في مرحله التنفيذ دلوقتي. احنا بنلاحظ ان في بنسبه كبيره جدا تم استبدال الطاقه يعني استخدام البنزين واستخدام السولار بالطاقه البديله، الطاقه البديله المتجدده النهارده، في استخدام الغاز الطبيعي طبعا في العربيات. طبعا ده علشان هو الانبعاثات الغازيه منه بتكون يعني بسيطه وما فيش تلوث. والله في كمان الهيدروجين الاخضر ده حاليا اللي هو منتشر جدا، ومصر شغاله فيه، ومصر والسعوديه بالذات شغالين فيه كويس جدا، اللي بيجي عن طريق الفصل الكهربي. في اللي هو السولار باور اللي هو الطاقه الشمسيه، عندنا محطه كبيره في بنبان في اسوان. وفي حاليا مصادر جديده في الصين بيكتشفوا طريقه من المرايات، بيحطوا كميه كبيره مهوله من المرايات وبيحاولوا لسه تحت التجربه يعني. لكن طبعا يعني في ثوره خضراء للطاقه المتجدده جايه. طبعا اكيد، لان العالم طبعا دلوقتي لما بيحصل يعني اكتشاف لشيء معين بيبتدي بعد كده الخطوه التاليه ان احنا نكتشف الافضل والافضل. يعني احنا النهارده عندنا المباني اللي لابد انها تكون بتغذى بالطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه، في عندنا طاقه الرياح وطاقه المياه، كل دي طاقات متجدده بتحل محل يعني الطاقه المعتاده اللي احنا اعتدنا عليها. ولكن انا بتكلم في الامور الحياتيه، ان احنا كمجتمع كأفراد أسرة، إزاي إن إحنا كلنا دور في التصدي للتغيرات المناخية. إحنا بالتأكيد نقدر نعمل حاجة زي كده، لأن كلمة مناخ يعني هي كلمة كبيرة وكلمة مطاطة، ولكن إحنا يعني كأفراد مجتمع لنا دور فيها، ونقدر يكون على المستوى الشخصي والمستوى البسيط نقدر إن إحنا يعني نساعد في التصدي لارتفاع درجات الحرارة. زي ما حضرتك تفضلت وقلت استخدام الأكياس البلاستيك، المفروض احنا النهاردة بنقلل من استخدامنا الأكياس البلاستيك، لأن دي طبعا بتدي نوع من التلوث. البلاستيك ده كارثة، البلاستيك كارثة، ده في مشكلة أكبر حضرتك، إن يعني بيتم إلقائها في البحر أو على الشواطئ، وده بعض الشباب عملوا مبادرات لتنظيف الشواطئ، لأن وجود الأكياس البلاستيكية في المياه دي طبعا بتعمل عدم توازن بيئي، وبتعمل مشاكل، ويعني وبتؤدي الى القضاء على الثروه السمكيه، وبتاثر على الانبعاثات كمان، انبعاثات الغازات بتبقى فيها زياده اكتر، وبتاثر على بتزود درجه التلوث. يعني احنا لو اتكلمنا كمان، لو تطرقنا لازمه كورونا، وازاي ازمه كورونا العلماء يعني ربطوا ما بين ازمه كورونا وما بين التلوث او النقاء
في في الجو، سواء في الجو او في البحر، مع خاصه مع حظر التجول. حضرتك يعني ممكن النقطه دي استخدام الطيارات واستخدام القطارات، يعني حضرتك الموضوع ده الازمه قل السفر بالتالي قل التلوث الجوي من الطائرات، بالتالي حظر التجول في كل دوله، قل حركه السيارات، بالتالي قل حركه القطارات، قلت كل ما هو من أنشطة الحياة لحد الساعة 5 أو 6، يعني نص يوم، فبالتالي قل استهلاك الطاقة. فكل ما تقللي استهلاك الطاقة يقل الانبعاث الكربوني والغازات المضرة، بالتالي الجو أيامها كان صافي يعني يقال إن هو كان في أحسن حالاته. يعني في حلول، كل واحد عنده حلول. لو هتزرع شجرة صغيرة أو زهرة صغيرة في البلكونة، لو هتزرع السطوح، لو رئيس الجامعة عندنا اسكندرية المحترم يخلي الرسائل كلها مشاريع أو مشاريع التخرج كلها على الأرض الواقع. هو أرجو نفسي نتبع مقولة بيبرلس، على اللي عاوز مشروع تخرج يزرع لي مش عارف إيه، يعمل لي بحيرة إيه، هو ده اللي على الواقع. ممكن اسكندرية دي تبقى حاجة تانية خالص. لازم نخلي قرارات خطط مع قرارات. البلاستيك ده كارثة، أنا عارف إنه كارثة، يبقى من بكرة أصدر قرار ممنوع مثلا تداول البلاستيك في الكياس، ممنوع تداول البلاستيك في أزاز أعمل الشامبو أزاز، أعمل الزيت إزاز، أصدر قرار. هو ده الاتجاه الإيجابي. بس يمكن ده بيقابله تكلفة عالية، ده محتاج يعني إن إحنا نتكلم في نقطة إن إحنا لازم يتم نشر الوعي المناخي، الوعي يعني ممكن يكون يعني قرارات بعدم استخدام مثلا مواد معينة، ولكن إحنا على مستوى الفرد ومستوى الأسرة لازم يكون عندنا الوعي إن ست البيت إن هي ما تستخدمش الأكياس البلاستيك، لأن دي هيضرها، هيضر صحتها وهيضر أبنائها وهيضر أسرتها. الوعي ده يعني مسته وحلاوته إنه يجي عملي براكتيكال، مش هفضل أدي في تعليمات وأدي في نصائح، عملي. يعني ايه عملي؟ يعني الاقي فعلا القانون بيمنع استخدام ده، يبقى ما اضطرش. انت حضرتك بتقولي هيغلف السعر، بس هيغلف السعر بس عشان الصحه. ما انا بالزبط. مش ببدله عشان انا عندي حريه الاختيار، عشان الصحه. بالظبط، اكيد. يمكن كمان في يعني حياتنا اليوميه ان احنا ممكن نستغنى عن استخدام عربيتنا او عن السيارات بتاعتنا وعربيتنا، ونبتدي يعني يبقى استخدام المواصلات العامه، لان الدوله مشكوره وصلت وفرت مواصلات عامه يعني صديقه للبيئه، زي الاوتوبيسات الكهربائيه والقطار الكهربائي السريع، كل دي واستخدام العجل، كل ده يعني بيؤثر تاثير ايجابي على صحتنا، وفي نفس الوقت هو صديق للبيئه، وفي نفس الوقت بتوفر في البنزين وبتوفر في استخدام يعني الوقود، لان طبعا مش بالتاكيد كل العربيات دلوقتي لسه لازالت بتستخدم الوقود ويعني والبنزين، انما لو احنا استخدمنا المواصلات العامه بالتاكيد هنوفر كتير جدا من صحتنا، ونوفر يعني هيكون لنا دور في ان احنا نتصدى لارتفاع درجات الحراره ونتصدى للتلوث البيئي. يمكن مع الفترة الأخيرة ابتدينا نشوف بعض الاستثمارات أو بعض يعني كان أي حد عاوز يعمل مشروع تجاري بيتجه لبعض المشروعات، ولكن ظهرت حاجة جديدة اسمها السندات الخضراء، واللي هي يعني يقدروا النهاردة ممكن مجموعة من المستثمرين يكون عندهم هدف إن يكون عندهم يزرعوا تبقى أسهم، والزراعة دي تنمية مستدامة على 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 مستوى تاخد سنوات طويلة، بحيث ان هي تكون مفيدة لنا ومفيدة لأبنائنا ومفيدة لأحفادنا. ودي يمكن حاجة يعني جديدة ظهرت، يعني الاستثمار في السندات الخضراء، ودي يعني اعتقد انها حاجة مهمة جدا في الفترة القادمة، ان احنا لازم يكون لنا دور في الموضوع ده. ايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ والله هي المستقبل. يعني ايه المستقبل؟ يعني انا لازم اطور نفسي زي ما العالم بيتطور، لان العالم مش هيقف، انا اللي هقف. انا عندي دلوقتي الطرق اختلفت، الزراعه اختلفت، حتى طرقها. في دلوقتي اكوابونكس، في هيدروبونكس، في الفيرتيكال فارم اللي هي المزارع الراسيه اللي فيها اشجار بجانب الافقي برضو، في حاجات كتيره. لازم ادي ثقه للشباب، من غير الشباب مش هعرف اطبق حاجه على الارض. لازم اديله ثقه، لازم اديله صلاحيات، لازم اديله باور، ما ادوش الحاجه ويغرق. يعني انا مثلا لو تساليني على الاراضي، انا ضد البيع. ايجار ينفع صندوق الاجيال يفضل يدي الدوله مئات السنين،
صحيح، كلام حضرتك مظبوط. ويمكن كمان الشباب لأن هم طاقة إبداعية وطاقة فكرية، وهم اللي بيفكروا خارج الصندوق، بنلاقي فكرة بسيطة شاب صغير بيفكر فيها، ولكن هو محتاج اللي يدعمه، محتاج اللي يسمعه، محتاج اللي يوجهه يبتدي منين، لأن الأفكار يعني البناءة موجودة وكل حاجة، ولكن تبقى محتاجة تبني ومحتاجة توجيه، توجيه مننا إحنا يعني الكبار. يمكن الحاجة برضو اللي احنا بنقولها المباني الجديدة والمدن الذكية الجديدة اللي كانت النهاردة بتعتمد على مساحات خضراء كبيرة جدا، نسبة كبيرة من المدن الجديدة الذكية اللي بتعتمد على المساحات الخضراء يمكن دي ما كانتش موجودة، كان عندنا مشكلة كبيرة ان بيتم قطع الأشجار واستخدامها استخدامات أخرى. احنا النهاردة بندفع ثمن يعني هذه التصرفات الخاطئة اللي كان ممكن جدا النهارده ما وصلناش للمرحلة دي، ما وصلناش لمرحلة طب نعالج الموضوع ده ازاي؟ احنا كأفراد نعالجه ازاي؟ مش هنسيب كل حاجة يعني للدولة، لا احنا لنا دور. يعني مثلا يعني بلاحظ في بعض البنايات بتبقى فيها او المباني او العمارات بتبقى فيها تكييفات، التكييفات دي بتنزل المية بتاعتها في الشارع، في الشوارع، وبتلاقي مثلا العمارة فيها 6 7 10 تكييفات. بمنتهى البساطة لو كل عمارة أو كل مبنى عمل يعني بذور وزرع بسيط تحت العمارة واستغلينا نقط المياه بتاع نقط المية اللي نازلة من التكييف على المزروعات دي، بتبتدي المزروعات دي تكبر ويعني وتبقى صديقة للبيئة، ويبقى الشارع كله مزهر والشارع كله شجر. وعلى فكرة ما تكلفناش حاجة ومش محتاجة عناية، هي محتاجة بس ان يعني ان كل مجموعة يعني شباب او مجموعة يعني الناس اللي تقدر تعمل حاجة زي كده بمنتهى البساطة، بس البذور تتحط في الارض وبتنزل عليها المية وبتبتدي تطلع الشجر، وبتدي طبعا يبقى فيها الاكسجين، هيبقى فيه يعني توفر الاكسجين، الهواء يبقى نقي، غير ان احنا ممكن يعني ندفع كل الناس انها تبتدي تعمل مزروعاتها في البلكونات. فايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ والله هو موضوع مهم، وحضرتك بتقولي كله مش على الدولة، اوكي لازم في حاجات كتير علينا، بس انا برضو كمواطن محدود برضو، انا الدولة لها ثقل والدولة جامدة، فانا لو يعني انا مثلا عاوز اخد موقف وين تو وين في كل حاجة، انا عاوز فصل من المنبع في القمامة اوفر كياس، عاوز زراعة اوفر شتلات وجو مش عارف ريسايكل المية، يعني مش هسيب برضو كله. بص يا مدام، احسن مبادره واحسن تجربه اللي بتنجح اللي على الارض. انا تمام. بنزل اسكندريه بقول دي مشاكلها، ولازم اعامل كل محافظه لوحدها اللا مركزيه دي مشاكلها. مثلا اسكندريه انا مثلا في تلوث بصري حاليا ان القمامه بتتجمع بطريقه معينه، نشوف مشروع، نشوف المبدعين اللي في المحافظه. انا مش عندي مثلا مش عارف مشكله ان في المدن العالمين والحاجات الجديده دي بيهتموا بالكونكريت الاول والمباني، وبعد كده اخر حاجه اللاندسكيب الغير منتج. انا برضو عاوز لاندسكيب مثمر، انا عاوز نخل، بلح، تين، عاوز حاجات منتج، عاوز ابقى ايجابي دايما. الزينه موجوده وكل حاجه، بس خشب، رائحه، يعني لازم يبقى في منفعه اقتصاديه مع الخدمه الاجتماعيه. بالتأكيد طبعا، ده يعني ده أمر مهم، وده اللي احنا بنلاقيه، بنشوف بعض الشباب اللي فعلا على أرض الواقع بدأوا يعملوا زراعة الأسطح، وابتدى يبقى في عندهم منتجات، المنتجات دي ممكن جدا تبقى يعني يبتدوا بيبيعوها ويبتدوا تعمل لهم مصدر دخل، ولكن برضو دي محتاجة تخصصات، محتاجة حكاية تخصصات، ناس محترمين ناس جدا، ناس يبقى يعني فاهم الموضوع ده يعمله ازاي. في هي بس جميله التجربه اللي بتقولي، بس هي اجتهادات فرديه في الاخر. بالظبط، انا ممكن ادور عليه الناجح ده واجيبه واعممه في المحافظه، بس انا برضو ايه، انا عندي الدوله برضو اقوى مني كفرد، هي تخطط وهي تساعد ومراكز في كل حي ورؤساء الاحياء ينزل النزول على الارض، محافظ اسكندريه على الارض، المسؤولين، هو ده اللي بينجح. انا هو ده اللي بيعلم، هو ده اللي بيدرب طبعا. هو ده اللي بيوصل للناس. اكيد طبعا، اكيد طبعا، حضرتك يعني كلام مظبوط جدا، ولكن احنا برضو يعني بنقول ان احنا دورنا كأفراد
يعني كأسرة على المستوى الأفراد، إن إحنا لنا دور قوي جدا في إن إحنا نساعد على التصدي لارتفاع درجات الحرارة، والتصدي كمان للتغيرات المناخية. يمكن هنتطرق لأمر يعني قد يكون مش متاح على الساحة، إن التغيرات المناخية دي لها تأثير على الصحة العامة والصحة النفسية، لأن إحنا بنلاحظ إن في بعض يعني الأمراض بتنتج نتيجة التغيرات المناخية، وفي بعض الوفيات بتحدث نتيجة التغيرات المناخية وزيادة درجة الحرارة عن الحد يعني المعقول أو الحد اللي الإنسان يقدر يتحمله، الفيضانات يعني الرياح العواصف، كل دي كلها طبعا بتأثر على الإنسان بصورة سلبية، وقد تؤثر عليه كمان تؤثر على النفسية، ممكن تؤدي لاكتئاب، تؤدي طبعا يعني كل دي حاجات. المناخ فعلا بيأثر على الصحة النفسية للفرد، وبيأثر ان هو ممكن يدخل في حالة اكتئاب، ممكن يدخل في يؤدي مثلا يدفعه يبقى يعني يبقى في حالة عصبية زايدة عن الحد، او في يعني تفعل جرائم. دي برضو كل دي من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. ولكن احنا في النهاية بنقول ان علاج كل هذه الامور بالرجوع للزراعة، الرجوع للخضار، يبقى عندنا والافكار البسيطه بالأخضر. مش الكومبليكيشن، مش المعقده، الافكار بالظبط. زي لو في شارع هو اتجاه واحد ولقيت العربيات رايحه جايه، يا اكتب الشارع ده رايح جاي، يا حوله لانه اتجاه واحد. ال 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 الحلول البسيطه، مش المعقده، مش المسرفه، مش اي حاجه. كل ما كانت الحلول بسيطه وكل ما كان الامور بسيطه، كل ما كان يعني كل ما هو بسيط ممكن يوصلنا لحلول اكبر واكبر ان شاء الله. الحقيقه يعني هو موضوع كبير جدا، وموضوع يعني محتاج يعني اكتر من حلقه علشان نتكلم فيه، ولكن احنا يعني بنرجو ان النهارده مشاهدينا الكرام نكون قدمنا جزء مفيد وجزء كلام مهم، جزء كلام مهم طبعا، ان يعني احنا كلنا نستفيد وكلنا نبقى عندنا الوعي المناخي، يبقى عندنا الوعي المناخي كلنا داخل وان يبقى عندنا دايما ان بكره احلى. بالظبط، احنا كل يعني مش معنى كلامنا ان تكون في نظره تشاؤميه، لا لا. الحمد لله احنا من المجتمعات ومن الدول الرائده اللي لم تتاثر بالتغيرات المناخيه بصوره كبيره جدا، في بعض البلاد يعني تاثرت تماما، ولكن صحيح عندنا تاثير التغيرات المناخيه فيها تاثير على بلدنا، ولكن مش التاثير المخيف. احنا الحمد لله يعني بلدنا الحمد لله يعني في خطط للتنميه المستدامه، وكل ما بتتم خطه بيتم عمل خطط يعني لفترات اطول واطول، ولكن بالتاكيد بكره هيكون احلى، وبالتاكيد بكره هيكون افضل، وان شاء الله الحلول موجوده، الحلول موجوده بشبابنا وبابنائنا وباولادنا وبقيادتنا. الحقيقه القياده السياسيه اللي احنا يعني بنثق تماما في القرارات وبندعمها وبنتمنى لها التوفيق والنجاح والسداد. سيدتي انساتي سيداتي مشاهدينا الكرام، بشكركم على متابعتكم، وارجو ان يكون وصلنا المعلومة، ولكم جزيل الشكر، وتابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة الأسبوع القادم. شكرا جزيلا، بشكر حضرتك باشمهندس محمد، تحياتي وتقديري لحضرتك. شكرا.